صح يجينا من الديوانية، يجينا من يجينا تركي، ما عندنا سمش، هاي كلها سمشنا مع الحوار هسه. زين وهاي الهوار؟ وين هالهوار اليابسة؟ ايش بيها؟ ماي بيها، صخام، كل شيء ما بيها. سمشنا شنو اعتمدنا على ايران؟ وايران هم مو ذيك الكمية تودينا، مرة تصدر أو مرة ما تصدر، حسب الأسعار مالتهم مرة يصعدونها علينا، فالمواطن هنا ابتلى، فإذا صعد الأسعار طاح بها المواطن. زين منين يجيبون هسه المعلوماتك؟ هسه يجيبون من ايران، كلهم ايران. كله ايران؟ اي الهواز من عبدان من الشلامشه، هم هذا القص كله ايران. بس شنو الفائده؟ لان هو يطلقونه وشح الماي ماتت هاي الاسماك اللي يذبونها قاعدين. لان كل ما يجينا لا توفرت الاسماك وبقت بزياده مو بنقيص. لان كله ورا الماي، اذا ماكو ماي قلت الاسماك. هسه احنا اعتمادنا كله على ايران. يعني سمش ماكو سمش قليل كلش، خشان يجينا بعض مرات من المشرح من هور العمان، من محافظة من ناحية العدل هم يجينا قليل. إن موضوع قلة المياه في الأهوار والبحيرات، الدعم غير كافي لمربو الأسماك، وهذا الموضوع خلى حاجز بين المربو الأسماك والحكومة المحلية. شحة المياه هي يعني السبب الرئيسي في نضوب الثروة السمكية. كانت ميسان هي من المحافظات اللي تتميز لوقوعها على نهر دجلة الغني بهذه بالمياه. موضوع الأسماك داخل محافظة ميسان وارتفاع أسعارها بالآونة الأخيرة عدة أسباب، منها قلة المنسوب المياه والشحة المائية اللي جاي يصير بالمحافظة، وأيضا جفاف الأهوار واحد من الأسباب الرئيسية. السبب الثاني الحوضيات الموجودة خارج حوض النهر، يعني البحيرات الموجودة للمستثمرين بهذا الخصوص. اليوم انقطاع المياه عليهم باعتبار قل منسوب دجلة، انقطعت المياه على هذه البحيرات اللي بعيدة على حوض النهر.